भूतनाथ पता है कल एक चोर आया था। जैसे ही चोर भागने लगा मैंने उसका कॉलर पकड़ लिया। नए स्कूल में नई शैतानियां करनी है। ओके वेरी गुड, शुरू हो गई तेरी बदमाशी। जरा समझाओ इसे वरना स्कूल से निकाल देंगे। दूसरा कौन मार रहा है? दूसरा कौन मार रहा है? حياتنا مليئة بالأشياء الجميلة، ولكن هناك أسباب تأتي لتعكر صفواتنا. مشاكلنا، همومنا، طموحاتنا نناقشها معا. نناقش المشكلة ونطرح الحلول المناسبة مع متخصصين. أنت شريك معنا في وضع الحلول المناسبة. وإذا كنت جزءا من المشكلة فلا تقلق، إننا معك. جميعنا سيسهم في حلها. Always use your instinct, honey. Valerie, you may as well take your glasses off. I know he's been hitting you again. Devin, what are you doing on my property? Won't share his business, Donnie. في حلقتنا اليوم من هذا البرنامج تحكي لنا قصة مواطن بحريني يتحدى المرض. إنه المواطن أحمد جعفر الذي أصيب بمرض شلل الرعاش الباركنسون وهو في العقد الخامس من عمره، حيث استقبلنا في منزله بمنطقة عراد وحدثنا عن بداياته في الصغر في فريج العمامرة بالمحرق، وعن التحاقه بمدرسة عمر بن الخطاب الابتدائية بالمحرق. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي أحمد غوم جعفر بن الحرق، مصاب بداء الباركنسون اللي يسمونه داء الرعاشي أو شلل الرعاشي. الحمد لله رب العالمين على كل حال. المرض مسيطر على حياتي نوعا ما، وانا في كفاح وياه وقاعد احاول اتغلب عليه، وان شاء الله اتغلب عليه. عموما انا من المحرق، ربيت فريج العمامره وكبرت في فريج العمامره ودرست في فريج العمامره، وربعي كلهم من فريج العمامره، فريج بن هندي والمري. طفولتي كانت في المحرق ودرست في مدرسة عمر بن الخطاب وطار وزياد بعدين الهداية. كنت في الكشاف
والكشاف بطبيعة الحال أعطوني التربية الكشافية، أعطتني الحب السفر وحب حب التحدي والإصرار. والله كتب لي أن تعرفت على أستاذ إبراهيم البوشي الله يطول عمره إن شاء الله ويخليه، وتربيته ما قصرت وياه، أستاذ أحمد جناحي، الأساتذة الرئيسيين اللي كانوا يعني بالكشاف اللي أعطونا التربية الكشفية، خلونا ناخذ الحياة بإصرار والتحدي، ربوا فينا التحدي والإصرار. عموما حياتي مثل ما قلت لكم في المحرك كانت معظم الوقت واشتغل ولعبت بعد من ضمن النشاطات الرياضية كانت من ضمن هواياته كرة القدم. وقصة انضمامه إلى أشبال نادي النهضة أي نادي البحرين حالياً، وقصته مع النجمين حمود سلطان ومحمد سلطان بحرين. بالنسبة للرياضة كانت يومياتنا العادية، الكرة في الفريج، الفريج الشباب، فريجنا فريج عمامرة وفريج الهندي. بطبيعة الحال نادي النهضة كانوا يمنا، النهضة والمحرك كانوا من الفرق اللي فريجنا، كانوا لعبت وياهم ويا الأشبال النهضة، وبعدين من النهضة رحت المحرين. كنا في الأشبال بصراحة ما اشتهرنا مثل ما اشتهروا الربع، بس يعني الكرة كانت في دمنا والرياضة كانت في دمنا. ومن أتذكر من الربع اللي كانوا كنا في الأشبال منهم محمد بحرين، محمد سلطان وحمود سلطان، ولعبنا بعد في فريق اسمه النجم الخليفية في صوب سيتين، شباب من منطقة بسيتين. الرياضة كانت عموما بصفة عامة صفة النشاط اليومي. النجم محمد سلطان الملقب ببحرين يحكي لنا علاقته مع أحمد جعفر. في البداية أحب أوجه الشكر حق أخوي أحمد المخرج اللي طلب مني بإفادة عن أخوي أحمد جعفر. أخوي أحمد جعفر مو غريب علي، أخوي أحمد جعفر عش معاه أنا صغير في نادي البحر، في نادي النهضة اللي هو البحرين حاليا، وكنا صغار ونلعب كرة. أحمد كان شرس ويانا في الملعب عنيد. عقب ما تلاقيت مع أحمد وقال لي عن المرض اللي هلبه اللي هو الرعاش، وقال لي البرنامج ماله إنه يعطونا يركب فوق جبال، يركب خيول، يركب صعاب. أنا في البداية قلت أحمد كان قوي قبل ولازم يظل قوي قبل الحين. ليش؟ لأن عنده ثقة بالله كبيرة وعنده تحدي حق الصعاب. هذا المرض مو كل واحد يقدر يطوف منه، بالعكس اللي عنده إيمان قوي واللي عنده شجاعة وإصرار يقدر. ذكرني بشنو؟ فريقنا المحرك قبل كنا عندنا خلاص، لو يقول علينا لا ما نستسلم، نذبح روحنا. ليش؟ نشوف هالجمهور هذي الواقفني ونقول لازم نخلي يطلع فرحان. أحمد أخوي ذكرني بإصراره، لأن إحنا كنا عندنا إصرار وعزيمة. أحمد عنده ما شاء الله إصرار وقوة إيمان بالله، يعني قصتي اللي قالها عني وشون تجاوز المرض اللي هو فيه شيء عجيب. وأتمنى إن أحمد يكون نفس ما كان قبل، قوي صاحب عزيمة صاحب إرادة، والله كريم من عليه بالصحة والعافية. وهذا كل إنسان يعتمد على الله في جميع الأمور، سواء في مرض في سفر في مباراة مثل ما كنا قبل، لا يفوز. ليش؟ قوة العزيمة والإصرار. والحمد لله رب العالمين، احنا احمد نحسن ما يكون، واتمنى له الخير، واتمنى ان بعد اللي بيسمع البرنامج ماله او قصته يكون عنده الشجاعه نفس ما كانت عند احمد علشان يتجاوز المرض اللي هو اذا لم فيه. والايمان بالله ترى
أهم شيء رقم واحد، كل إنسان يؤمن بالله توفق ويصير في خط مستقيم. والحمد لله رب العالمين. ويتحدث أيضا النجم جاسم الخجم عن أحمد جعفر عندما كان معهم في أشبال النهضة وتميزه بالتحدي منذ الصغر. والله الواحد يعني يبي يبتدي بشغله، لكن هذا أحمد جعفر يعني من اللاعبين اللي احنا عاشرناهم أيام الأشبال وعفس ويانا، وكان حمود وسلطان جماعة من جماعتنا يعني، وكنا من اللاعبين اللي قريبين من بعض ومتكاتفين، وكان دائما في شيء من التحدي بيننا في ان احنا نتغلب على الامور ونتغلب على اشياء وايد. الاخ احمد يعني غني عن التعريف، الريال يعني اصاب اصابه يعني رعاش، لكن هذه الاصابه عند الرياضي مو بشيء انه يقول لك والله بس خلاص انت هاي حدك ووقفت، لا، بس عند الرياضي عند الاراده، عند القوه، عند الايمان. فبالإيمان وبالإرادة ممكن الواحد يتغلب على الأمور هذه ويتغلب على الأمراض ويتغلب على كل شيء، والحمد لله رب العالمين. الله إن شاء الله يوفقه ويسر أموره إن شاء الله. سألنا أحمد جعفر عن الأسباب التي أدت إلى إصابته بمرض شلل الرعاش الباركنسون. يسمونه الباركنسون ديزيز، شلل الرعاش، هذه اتصور يعني من حادث. كنت واقف في اشاره مرور حمراء وياتني سياره صفقتني من ورا، في الاثناء هذه صفقت انا الجامل قدامي وكسرت براسي، ومن عقبها بكم يوم حسيت شوي بتعب، والناس كانت تقول لي ترى انت مو طبيعي. عموما حياتي انقلبت حدر فوق، وقمت مشيتي كانت مو طبيعيه، نزولي من الدرج وصعودي من الدرج في البيت كانت مو طبيعيه. البيت كانوا يقولون لي ايش فيك، حسيت بنفسي وكاني نوعا ما كنت شايب يعني شيبت. قلت حق زوجتي ترى شيبت، قالت لي تو الناس، قلت لي لا تعبت خلاص. فياني الياس شوي اساس ان انا خلاص يعني كبرت. الناس قامت تقول لي ترى انت مشيتك مو بعد ايدك مرتفعه تنتفض شوي. عقبها طبعا عرفت السالفه، وبقول لك دكتور قال لي طبعا تاثرت وايد حق مده وحزنت. وعموما هذه كانت اول رده فعل، لكن بعدين ذكرت سبحانه وتعالى يمتحنني من فتره فتره، وقبلت الامتحان، وانا الحمد لله قمت اتحدى المرض، قمت اطلع من طور التقوقع اللي كنت فيه، قمت شوي شوي امارس الرياضه وامارس حياتي الطبيعيه الحمد لله، وانا الحين وايد 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 احسن من قبل بفضل الله سبحانه وتعالى. من المسببات في احتمالات اخرى مثل سقوط من الخيل كم مره، في احتمالات اخرى تكون من استنشاقي حق بعض الشغلات اللي شمها كل يوم مثل الفليت ما فليت الامور هذه كلها، في عده احتمالات. العمليه الاسباب مو معروفه لحد الان كامله، لكن هاي اللي صار والحمد لله رب العالمين. انا عزيمتي ان شاء الله قويه وتوكلي على الله ان شاء الله، بحاول قد ما اقدر
أكافح وأستمر في حياتي الطبيعية. المرض مو بسهل، وإن شاء الله يقدرني ونفسيتي ما تتأثر مثل قبل، وأرجع مثل ما أنا، أتم مثل ما أنا قوي وعنيد، أكون أقدر أستمر في حياتي الطبيعية وأستمر في كفاحي من المرض. وأنا مثل ما قالوا لي الأطباء في أوروبا وأمريكا أن المرض لا علاج قريب إن شاء الله، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى يسدد خطاهم ويطلعون بالعلاج السريع لي وحق اللي هو في المؤلفة اللي عندهم المرض هاي في العالم. والتقينا مع الدكتور عيسى الشروقي استشاري أمراض الدماغ والأعصاب بمجمع السلمانية الطبي. متى جاتك الحالة الله يسلمك هذه؟ جاتني تقريبا حوالي 5 سنوات 4 سنوات. اوكي، لان كان عمرك كم كان؟ ذيك الايام 56 سنة على عمري. 56 شلون بدأت الحالة؟ 55 شلون بدأت الحالة معك الله يسلمك؟ البداية اللي حسيت فيها والناس كنت بطيء في الحركة. نعم. كنت أخاف الدرج، كنت أصعد وأصعد ولا بنزل لازم يمول الدرابزين، صار عندي خوف نوعا ما من صعود الدرج، وكنت ألاحظ كل درية كنت ألاحظها لازم أشوفها عشان أركبها وأنزل منها. فهي الحركة ما كانت طبيعية بالنسبة لي، أنا كنت أتحرك دائما أنا. قبل كنت أركض على الدرج وأصعد ما عندي مشكلة، الحين العملية صارت شوي مقلقة. نعم. صعود الدرج ونزول أو حتى شو اسمه حركة يديني لاحظ فيهم إنه مو مثل بعض، يمين يسار. أي جزء أصيب أزل منه؟ هو اليسار، بدي يصاب اليسار بالريل وال شو اسمه باليد بعد اليسار. نعم. هذا اللي شو اسمه اللي لاحظته انا ولاحظوا الناس، حتى ملبسي كنت احصل صعوبه في الملبس ثياب صوب اليسار، جاكيت اذا بلبسه صوب اليسار اصعب لي من اليمين. الكلام تاثر عندك؟ الكلام نطقي شوي تعتب فتره وفتره، طبعا هاي قبل اخذ الدواء، قبل ما اخذ الدواء صرت وايد احسن الحمد لله. صوتي خف، قوه صوتي خفت، يعني احنا لو صارخ ما يخافون مني الاهل عندي في البيت. صرت ألطف وياهم بطبيعة الحال. بعد في نفس الوقت كتابتي الحروف قامت تصغر شوي شوي وتوقيع قام يختلف. بصفة عامة كل شيء صار لي سلو موشن، يعني مثل ما تقول سيارة قديمة يبي لها شوي تشحيمة ويبي لها جامبر تشغلها كل فترة وفترة. نعم. شو أخبار النوم؟ النوم في المرحلة الحالية صار أصعب من قبل، يعني بالإضافة إن عندي سكر، حكم السكر هم مشكلة النوم فيه، بس الباركنسون نفسه مأثر على النوم، حركتي بالفراش مو مثل ما كانت قبل. يعني هذه في فترات تصير أصعب، بس الحين أنا بفترة أسوي رياضة، والرياضة رجعتني نوعا ما رجعتني أقوى من قبل شوي، وأسترجع بعض قواي. الرجفة قليل جدا تيني، في بعض الناس الرجفة أكثر، رجفتهم أكثر، بس أنا الحمد لله من تيني أسيطر على نفسي، أشغل نفسي في أي شيء رجفة تروح. أول المشكلة الرئيسية اللي عندي رجلتي التصلب شوي، خاصة في الوجه واليد. التيبوس تصلب. التيبوس بالضبط. طيب هذا الشيء كم يعني قبل ما يعني كم الفترة ياتك؟ قبل ما تجينا في العيادة كم كنت فترة استمرت معاه؟ أنا البعض يمكن كان موجود وأنا ما كنت أعرف، كنت أربطه بال إنه أقول حق نفسي إن الشيبة بتريم يخلص، يعني خذيت من المنظور هذه. بس بعدين يدخلنا أفحص وش اسمه، سافرت مني من رحت لبنان، رحت بعض المناطق، رحت الصين، بس قررت في النهاية إن المستنجد بالخبرات الموجودة في البحرين
وينها الدكتور عيسى شروق الله يحفظه ان شاء الله يخليه ما قصر وياي، والعلاج مستمر وياه وانا مرتاح منه وايد لان اعطاني الحبوب الموجوده المتوفره بالسلمانيه، وانا الحبوب طالما انا اخذها مع الوقت انا مرتاح. يعني فعلا الحبوب اللي اخذها والشغلات الموجوده عندنا هنا في البحرين تكفي حق الواحد يعيش حياته العاديه، بس اهم شيء الواحد بعد في نفس الوقت يكون في الرياضه مشغول ولا يجمد حياته بين العياده والمستشفى، انما يعيش حياته طبيعيه قبل ما يقدر. طب بس ما قلت كم الفتره استمر معه قبل ما تشخص مرض باركنسون؟ أنا تقريبا محاري التسعة أشهر سنة. سنة كانت تقريبا. ثلاث شهور شوي. طيب شنو الصعوبات اللي لقيتها اللي واجهتها بشكل أساسي بسبب الأعراض اللي عندك خاصة بطل الحركة المرض؟ شنو واجهت الصعوبات في حياتك؟ هي الحياة اللي كل شيء سلو موشن عندي بطبيعة الحال، يعني كل ما أبتدي أسوي شيء تلقاني آخر واحد، مثلا رحت رحلات برا البحرين كنت ابتدي اول واحد وكنت اوصل اخر واحد، فكنت ما كنت احاسب حسابي حق حتى نطقي وصوتي ان الناس تسمعني، اضطر ما رنت روحي كنا اكون احط حساب حق المسافات اللي بقطعها انه واصل بين الناس مثلا، فكل شيء يصير الموتور عندي يصير سلو. حتى لما تقرا الباركنسون في الانترنت يقول سلو موتور، يرجعون حق المرض هاي كسلو موتور. نعم. يعني سيارة وش اسمه بطارية تقريبا أو شيء، ما فيها جريز عدل. ما فيها جريز عدل. نبي الجريز الحين. ولا شك. طيب الله يسلمك. طيب في حياتك العائلية هل كنت في لها كذلك لها تأثير على حياتك العائلية؟ المريض في الباركنسون عادة يبي ينام قبل ما يقدر، لأن نومه مو طبيعي، فأي أي فرصة تجيني حق نومه كنت أحاول أنام فيها. التزام بالرياضة بالبدايات ما كانت ثابتة، يعني نشاط ويا البيت في الطلعة والهاي كانت قل، يعني مثل ما تقول صرت دوميستيكيتد اكثر من اللازم. نعم. يعني قاعد في البيت، احب قعده البيت اكثر من اللازم. بس بعدين لما خذيت مساله الرياضه وتحدي المرض، العمليه تغيرت، البيت نفسيتهم تغيرت حتى هم. نعم. قاموا يشجعوني وشافوا التغير فيني، شافوا ان ابوهم رجع مثل ما كان نوعا ما. يعني فيني شوي العاري البسيطه، لكن في نفس الوقت شوفوني حتى شغلي رجعت حق بزنس مالي، رجعت حق الفن التشكيلي اللي عندي كنت اسويه قبل، رجعت ارسم، والحين هم من كم شهر رجعت اركب خيول مره ثانيه ان شاء الله. الحمد لله ويا الرياضه ويا التفاؤل بالحياه والالتزام طبعا بالادويه الانسان اتصور تغير. لا شك. الحمد لله. هل الذاكره تاثر بالنسبه للباركنسون؟ ابدا الحمد لله كل شيء، لان الناس تربط الباركنسون بالزهايمر. انا الحمد لله يعني الله اعطاني الله ان شاء الله اجرنا على المرض، اعطاني الباركنسون تاثيره عضوي اكثر من يكون بالمخ بالذاكره. نعم. الحمد لله. طيب وشنو هل عندك اي نصيحه للمرضى اللي عندك باركنسون او امراض مشابهه؟ تجربتي أنا بالسفرات والرحلات اللي سويتها، الإنسان لازم يكون متفائل، والباركنسون مو مرض صعب العلاج، يعني بالحبوب اللي بعض الناس تعيش فيه وياه سنين وش اسمه، وإحنا أنا متفائلنا في علاج بيوصل إن شاء الله. مراجعاتي للأطباء والمراكز الأبحاث في أوروبا كل الناس متفائلين ان في علاج بيوصل، وفي اتصور شيء اسمه ستيم سيل وصولنا خلال الجذعيه، وفي في شيء تجربه موجوده في فيينا انشروها قبل كم يوم، الفاكسين اللي هو تطعيم هاي بيمنع الناس اللي في احتمال عندهم يصير لهم. فانا متفائل جدا ان المرض في العلاج، ومتفائل وانصح كل واحد لا يقعد في البيت، يطلع ويسوي رياضه ويعيش حياته قبل ما يقدر. اي كل اللي كان يقدر في نفسه يسوي على قولة المصريين، ما يخلي شيء في خاطره. الله
وهاي اللي قاعد اسويه انا اليوم وباكر عقب باكر ان شاء الله. الله يسلمك الأخ أحمد، طبعاً يف العيادة عندي، والأخ أحمد مصاب بمرض أو داء باركنسون، ومرض باركنسون هو كما يعرف شلل رعاشي. مرض باركنسون هو في سنة هو أول ما ظهر، طبعاً هو اكتشف أو وصف سنة 1817 بواسطة طبيب بريطاني مشهور أو إنجليز اسمه جون باركنسون أو جيمس باركنسون، وفي سنة 1817 ميلادية. وهو مرض هو كما يسمي بالعربي شلل رعاشي، وليس بشلل شلل، ولكن الشلل يسمي لأنه هو بشكل أساسي لأنه تميز ببطء في الحركة، وشلل شلل أنه بطء، يكون مريض بطيء، والرعاش أنه يرتعش بشكل أساسي. ويتميز المرض أنه بثلاث أشياء أو شيء تيبس في الجسم، ورعاش أي رجفة في اليدين، وكذلك بطء في الحركة. الأخ أحمد لما ثاني كان يتميز بالثلاث أشياء نفسه، كان عنده بطء في الحركة، وحركته صارت بطيئة، أصبحت بطيئة، وشوية ترعشة قليل، كان عنده رعشة في اليد خاصة في الجانب الأيسر من جسمه، وكذلك التيبوس اللي كان بادي عليه في كل جسمه، مع أشياء ثانية طبعاً كان يتميز فيها أو كان يشتكي منها. وطبعاً مرض مزمن بشكل أساسي، وبدأ معه أشهر قبل ما يأتيني إلى العيادة. هذه واحد، فهذه كان اللي أعراض اللي كان يتميز بها بشكل أساسي، وهذه على أساسه لما أتانا وأتاني في العيادة، وعلى أساس أنه عاينته هنا، وهذا كان تشخيصه، وعلى أساس بيننا العلاج معه. هذه النقطة. نقطة ثانية كان سؤال عند الأخ أحمد، إنه هل كان له علاقة هالشيء بالحادث اللي تعرض له، واللي الحادث اللي كان على أساسه كان أصيب في بالرأس. وعلى كل حال هذا السؤال دائما يتردد في مجال مرض باركنسون، مرض باركنسون. وهذا السؤال اختلف فيه من ناحية علمية على في المحافل خلينا نقول العلمية اللي تتناول مرض باركنسون وعلاقته بإصابات الرأس، وهناك في دراسات تؤيد هالشيء. على كل حال أغلب دراسات لا تؤيد هالشيء، العلاقة السببية بين مرض باركنسون ومرض وإصابات الرأس كما يقال. طبعا يعني كثير يعرف ويعرف الملاكم المشهور محمد علي كلاي ومرض باركنسون اللي هو عنده، طبعا هو كان يتعرض لإصابات كثيرة في الرأس، ولكن يعني هو أشهر مثال على إصابات الرأس ومرض باركنسون ديزيز أو مرض باركنسون آسف. ولكن هو طبعا العلاقة السببية بعد فيها شك هناك في حتى من ناحية محمد علي كلاي. النقطة الثانية ممكن سؤلت أنا من قبلك قبلها عن سبب مرض باركنسون. مرض باركنسون السبب الرئيسي هو نقص مادة في الدماغ، يعني في مناطق الدماغ مسؤول عن الحركة الانسيابية حق الجسم للجسم بشكل أساسي. وفي في مادة تسمى الدوبامين، وهي مرسل كيميائي يتخاطب بها الدماغ من أجزائه ويخاطب عن طريقها الجسم، وهذه المادة تنقص فيه نقص شديد وتصل إلى مرحلة تؤثر على المريض وقدرته على الحركة، أي انسيابية حركته، وهي مادة الدوبامين يحدث فيها نقص فتؤدي إلى هذا المرض مرض باركنسون. ولكن علينا نكون جدا حذرين، يعني مو كل بطء في الحركة ورعشة في اليدين معناته هذا مرض باركنسون. هناك في نوع كذلك طبعا يعني عدة أنواع من مرض باركنسون، وغير مرض باركنسون يعني في عدة أنواع. يعني في مرض باركنسون تسبب الأدوية اللي مثلا تعالج فيها الأمراض النفسية، في مرض باركنسون تسبب جلطات في الدماغ، في مرض باركنسون يعني عدة أنواع، وليس مرض باركنسون عند الأخ أحمد جعفر اللي يعالج بأشياء مختلفة.
واحد. النقطة الثانية عندك طبعا في مرض باركنسون مثلا يتميز برجفة جدا شديدة وبطء الحركة أقل عند أخ محمد جعفر، يتميز المرض أنه في بطء الحركة أزيد ورجف اليد رجفات اليد أقل، رجف اليد عند أقل. يعني في اختلافات يعني تختلف الأمراض هذه من شخص إلى آخر، وعليه أن يعني يجب أن يكون الطبيب المعالج عنده خبرة في علاج هذه الأمراض، وخاصة خبرة في التعامل مع الأدوية المختلفة، خاصة مع أدوية الباركنسون شوية لها نوع من الحساسية في أو نوع من خلينا نقول من الدراية في إنقاصها والتعامل مع الخليط، لأنه يجب أن يكون خليط بينها وما تتعارض وإنقاصها وزيادتها علشان تؤثر على المريض وحركته والأمور هذه. هل علاج هناك علاج حق مرض باركنسون؟ كثير يسألنا. طبعا في علاج، خاصة في الفترة الأخيرة في العشرين سنة الأخيرة يعالج فعالية تامة، يعني يعالج فعالية تامة من حال العلاج من ناحية العلاج الدوائي، من العلاج الجراحي بل الشبه الجراحي. يعني هناك علاج اسمه طبعا السثرة الدماغية العميقة، العلاج حتى يوضع العلاج الدوبامين داخل المعدة، يعني وكذلك غير العلاجات الدوائية حيل مختلف اللي ظهرت الفترة الأخيرة كلها فعال إن هي تحسن المريض طريقة حياته. الشيء الآخر طبعا حبيت أقوله الأخ أحمد اللي تميز فيه، لا شك اللي تميز فيه عن باقي المرضى اللي أنا شفتهم طبعا كان الإرادة صراحة، والإرادة كانت اللي هو تميز فيها، والرياضة صراحة اللي ما يرسها الإرادة كانت مو بس مرتبطة بس بشكل نفسي، الإرادة كانت مرتبطة بشيء كذلك جسماني وفيزيائي. الإرادة النفسية تحولت إلى شيء جسماني وفيزيائي وإلى إلى إذا شيء جسدي كذلك، فهو تحولت إلى 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 رياضة، إلى إلى مغامرة، إلى أشياء كثيرة، فانعكست عليه صراحة بشكل جدا كبير، فتحولت إلى أشياء كثيرة صراحة، وأصبح هو مثل كذلك احتذافي. فكذلك نفسية الإنسان والإرادة كذلك هي، والإرادة مثل ما أقول أنا وقلتها من قبل، والله الإرادة مو بس إنها شيء نفسي، كذلك هي تؤديك حتى إلى تفاعلات كيميائية داخل الدماغ، وتؤدي إلى تحسن كبير في أمراض كثيرة، أمراض خاصة أمراض تصيب الجهاز العصبي المركزي صراحة، خاصة أمراض زي باركنسون وغيرها وتصلب متعدد، خاصة لها كذلك لها تأثير مباشر على أمراض المناعية وأمراض تصيب الجهاز العصبي المركزي. فلا شك إن طبعا هذه كان جدا حالة أخ أحمد، يعني حالة صراحة فريدة خلي أقول على مستوى مرض باركنسون أو الشلل الرعاشي. لا شك إن طبعاً هو يصيب الكبار أزم، يعني عادة في العقد الخامس أو السادس، ولكن طبعاً يعني ولكن قد يصيب في الناس في العقد الثالث أو حتى الرابع من العمر أشد، يعني بنسبة أقل، بس هو يزداد طبعاً الحالات كل ما تقدم الإنسان في العمر. بس عندنا طبعاً حالات كثيرة، عندنا بعض الحالات حتى في البحرين، حتى في العقد الثالث عندنا في العمر، بل حتى العقد الثاني للأسف، وهو قل جدا، حالات قليلة عندنا في البحرين، ولكن عادة كل ما تقدم الإنسان في العمر يأتي له البحرين تزداد الحالات لسبب بسيط، لنا بسبب إحنا بسبب تحسن الوضع الصحي عندنا في البحرين وفي دول الخليج ككل، في تحسن كبير في الوضع الصحي، بل أصبحنا يعني تحسن الوضع الصحي في دول الخليج، في البحرين يعني يقارب الدول المتقدمة، فصار العمر المتوقع يسموه life expectancy عندنا أصبح يعني نهاية السبعينيات، يعني إلى المرأة والرجل يعني 79 سنة. فيعني فلما صار يعني الناس يعيشون فترة أطول، طبعا الأمراض هذه تصيب الجهاز العصبي صارت أكثر عندنا، فأمراض باركنسون بزيد، مرض الزهايمر بزيد، السكتات الدماغية تزيد، فأمراض الدماغ والجهاز العصبي بتزداد. فذلك تلقى طبعا الأمراض مثل مرض باركنسون بزيد عندنا، مرض الزهايمر بزيد عندنا. بس احنا نقول للجمهور للناس عليهم يكونون طبعا لما يشوفون
المريض نفسه يشوف روحه أو يشوفون أقربه أو المحيطين في بطء في الحركة، في يعني إذا كان في يعني يشوفون لعاب يزيد عنده يسيل عنده، يعني التعبيرات وجهه تختلف شوية. يعني مش يكون عنده مرض باركنسون، لأن بعض الأحيان أركان تيني ناس عندهم باركنسون من أخصائي العظام يشوفون مشيتهم معادلة، فعندي اثنين ثلاثة يوني من أخصائي العظام يروحون حق أخصائي العظام ودونهم بشكل جدا غريب. فعندي اثنين ثلاثة راح أثب عدة مرات أخصائي العظام ودونهم وهم عندهم مرض باركنسون، فيجيبون مرض باركنسون من العظام وهم عندهم مرض باركنسون، فأقول لهم هاي مرض باركنسون فكروا في أمراض الدماغ قبل ما تروحون حق أي تخصص آخر. يعني حقي قول علينا أن نقول حقي قول ما عندنا أي صعوبة في علاج، ما عندنا شيء دراسة حقي قول، ما عندنا دراسات رصينة ما أقدر أجاوب سؤالك هل عندنا كم عندنا، ما عندنا دراسات أو إحصائيات في البحرين تبين كم عندنا حالات مرض باركنسون. هل تشوف بكثرة؟ طبعا ما تشوف بكثرة، أصلا هو مو مرض كثير أصلا عشان تشوفه أصلا في العالم، فهو مو كثير كثير كثير. بس هل عندنا إحصائيات؟ لا ما عندنا إحصائيات رسمية لأن مذكور في يعني ليس من الأمراض اللي نحن نحصيها، بس لازم نحصي لازم نحصيها ونركز عليه. نقطة، هل عندنا صعوبة في 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 علاجه؟ لا الحقيقة لازم يعني الحكومة وزارة الصحة وفرت كل الأدوية، يعني اللي نطلبها صراحة توفر الحقيقة يعني، وحتى لو كانت غالية نطلبها يوفرونها، لأن حتى لو كانت الأدوية غالية فهي متوفرة فما عندنا أي صعوبة إن نوفرها. النقطة الثانية صراحة حتى لو احتاجنا نبعث مريض حق عمليات حتى لو كانت نادرة أو غالية صراحة يبعثون المرضى البحرين الخارج وزارة الصحة ما نقصر. ثم يتحدث ابنه هاشم أحمد جعفر عن شعوره بما جرى وأصيبه لوالده. بدأ يحس ببعض الأعراض يعني اللي تأثر على حركته مثلا واللي كانت بسيطة في بدايته يعني، فبدأنا الفحوصات واكتشفنا أو تم تشخيص المرض هني في البحرين. بس طبعا لحد الحين يعني طبعا نحن ما كنا ندري أعراض المرض شنو طبيعة المرض بالتفصيل، يعني مرض مشهور طبعا هو. فردة الفعل الأساسية كانت في بيروت، لما رحنا بيروت وتم تشخيص الحالة فعلا هني كانت نوع الصدمة يعني وعرفنا أكثر عن المرض. لكن اللي هون علينا شوي التشخيص، إن الدكتور قال إن المرض في بداياته وممكن احتوائه، وهذا أعطانا شوية يعني معنويات. طبعا هو في نفس اليوم كان نوع الحزن بس يعني ما كان، لأن في نفس الوقت كنا نبي نعرف أكثر عن المرض عشان نعرف شلون نتعامل معه أو إحنا شلون نقدر نساعده. لكن الحمد لله يعني الوالد هو ساعد نفسه أكثر، هو ساعدنا إحنا إن إحنا نطلع من الحزن اللي إحنا فيه، لأنه هو كان عنده نوع الإصرار وحب الحياة يعني، وإحنا يوميا نشوف هالشيء فيه ونتعلم من إن واحد في سنه مثلا أو في حالته ما المفروض إنه يستسلم أو يأثر عليه على نفسيته وعلى حياته العامة. وصار عنده بالعكس ردة فعل وصار عنده مبادرة إنه هو يقوم مثلا بسفر ومغامرات والرياضة، وهذه كلها أعتبرها أنا مثل محفز لنا إحنا اللي صاحيين، إحنا اللي ما فينا شيء، يعني إن ما نوقف عند شيء معين يصيرنا في الدنيا في الحياة، يعني هو يكون مثل يعني كقدوة لنا. ما ندري يعني هو كان في حوادث بس صعب إن إحنا نربط المرض بالحوادث لأنه ما صار بشكل مباشر يعني. لا مو بشكل مباشر، في فترة، وممكن يكون هو المرض كان موجود بس يعني أعراضه وايد بسيطة إنه ما تبين لنا، يعني ما بعد ما بدأت الأعراض تبين معه. طبعا هو بالنسبة له شيء غريب كان يعني في شيء غير طبيعي في الحركة، وهذه اللي خلاه هو يروح يراجع الأطباء. يعني هو كان في وايد صمت صراحة يعني بيننا، يعني حسينا إن إحنا شوي احنا اثنيناتنا بغينا نستوعب الموضوع، وكان نوع صدمه.
فنبي نستوعب الموضوع، نعرف يعني ايش كثر هو الموضوع سيء او مو سيء او هذه. فكان بيننا صامت، وكان حسينا ان احنا كل واحد يبي شويه يستوعب الموضوع، لكن استوعبنا ان في نفس الوقت ان الحمد لله هو ما في شيء يعني، والموضوع مثل اي مرض ثاني ملازم حق شخص ولازم يعيش معه ويتعلم يعيش معه يعني. لكن الناس ما قلت انه هو اخذ المبادره بهالشيء، وهو علمنا انه شلون يعني هو يعيش مع المرض، مو بس يعيش، يتغلب عليه يعني. اذا الاشياء اللي سووها اي واحد يعني يشوف المقال مثلا او التلفزيون يقول ما شاء الله عليه يعني ما في شيء يعني، يعيش حياه طبيعيه ويسوي رياضه وما يعني ما اثر عليه لا المرض ولا العمر. من السفرات اللي كنت أتمنى أسويها، وفعلا من عقب الصين بديت أمارس حياتي بصفة عامة، قررت أن أسافر مناطق اللي كنت أتمنى أروحها من قبل، من ضمنها كان القطب الجنوبي. الدكتور خالد بومطيع يحدثنا عن علاقته بأحمد جعفر ومفاجأة السفر إلى رحلة القطب الجنوبي. واصلت هذه العلاقة في سنة 2010 أو 2011. الأخ أحمد أصيب مع الأسف الشديد بمرض الباركنسون بعد تقاعده، وهو مرض يصيب الإنسان بفقدان السيطرة على الأطراف مما يسبب نوع من الرعاش. طبعا هذه الحالة سببت لنا كلنا كأخوة وكمجموعة التقاء ومجموعة صداقة نوع من الضيق والحسف على الحالة الصحية. طبعا الأخ أحمد بدأ في نوع من العلاج، ولكن اللي فاجأنا هو مو العلاج ماله. في يوم من الأيام جانا وقال والله أنا قررت أروح القطب المتجمد الجنوبي. قلنا له وين؟ قال القطب المتجمد الجنوبي. ليش؟ رحلة استكشافية. يا ريال أنت مصاب، أنت عندك مرض يفقدك السيطرة على أطرافك، السفر في المناطق الباردة سفر يحتاج إلى لياقة جسمية وصحية، يحتاج إلى جهد، البرودة قد يعني تكون عائق كبير حتى وأثر كبير على حياتك وعلى صحتك. أنت العمل اللي تقوم بعمل فيه نوع من الانتحار. المسافة من البحرين إلى القطب الجنوب المتجمد الجنوبي مسافة طويلة، حتى وإن قطعت جزء منها بالطائرة بعد السفر بالطائرة مسافة طويلة، وفي هالحالة الصحية قد لا تعينك صحتك على ذلك. زاد إصراره، حاولت بحكم يعني تجربتنا، بحكم معرفتنا يعني بصعوبات السفر، إثناء عن عزمه، تغيير وجهة نظره، تغيير يعني تأجيل الفكرة اللي وجدتها فيه إن إصرار غريب، وكان جاهز من كل الجهات، من كل الظروف، انه هو لا معزم يروح القطب المتجمد الجنوبي. في نهاية كلامي معاه قلت له احمد ترى انت مجنون، ما حد يسوي هالسالفه اللي انت بتسويها، واحنا خايفين على صحتك، هذا الموضوع جاد
والموضوع فيه صحة وسلامة وقد يكلفك حياتك. فقال أنا بتوكل على الله وبروح. طبعا كنا كجروب أو كمجموعة انحاثي يوم بيوم وبساعة وساعة. سافر قلوبنا على يدنا. سافر قلوبنا على يدنا، ما نريبه يعني بيرجع ما بيرجع إيش بيصيده. كنا يعني نتوقع أي يعني خبر ممكن يجينا وشلون بنتعامل معاه وشلون بنروح له وشلون بنتصرف. بالنسبة حق تسلق الجبال وخصوصا أول رحلة اللي هي ساوث بول القطب الجنوبي، طبعا يعني كان في وايد هواجس بالنسبة حق الطقس هناك بعد أو الجو هناك، يعني مو بمجرد هو سافرة طويلة ويتسلق مكان، لا في أمور وايد كهواجس. وبعدين تونا يعني اكتشفنا أنه هو عند المرض، فشلون هو راح يحاسب حق المرض يحاسب حق اللياقة اللي عنده، وحتى روحته هناك بروحه يعني وسفرة طويلة. فهو كان عنده هو هاي الإصرار، يعني في الشخص اللي عنده هو الإصرار وعنده النظرة حق هالموضوع، هو يعرف أكثر من أي شخص شلون راح يتعامل مع هاي الأمور، شلون يتخطى الصعوبات يعني. وهناك قدرت العام أول العام 2013 وصلت شهر واحد ورفعت علم البحرين. كانت لصورتي من رحلتي عن طريق الانترنت وعن طريق الواتساب بما يشير نجاحات، واحنا قلوبنا او يدنا على قلوبنا ان ان شاء الله يستمر بصحته وعافيته ويرجع لنا بالسلامة. رجع الحمد لله. طبعا كانت الفرحة كبيرة لما وصل نقطة المحددة، النقطة المحددة لنهاية الرحلة ورافع فيها علم مملكة البحرين. كانت الفرحة هائلة، كانت الفرحة بسلامته وبتحقيق إنجازه وبرفع العلم الغالي علينا كلنا، علم البحرين على القطب المتجمد الجنوبي، كأول بحريني ينطلق في مثل هالنوع من الرحلات بدافع شخصي وبتمويل شخصي وبتحدي لأحد الأمراض التي يعني تقعد الإنسان في بيته وتحول حياته إلى حياة من الاستسلام وحياة من اليأس وحياة من المرض، حولها إلى انطلاقة إلى نجاح، إلى نجاح حتى الشباب والأصحاء يعجزون على التفكير فيها، مو إنجازها، حتى التفكير فيها يعجزون عنها. النجاح كان كبير، وكنا ندعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى البحرين بالسلامة بعد تحقيق هذا الإنجاز. فهاجس العائلة بشكل عام كان هذه، إنه هو يعني تكون صحته ممتازة ويتخطى هذا الموضوع. لكن بعد ما رجع بالرحلة والتجربة مالته والصور اللي شفناها وهاي، صار عندنا يعني هو الثقة اللي كانت عنده أعطانا إياها، إحنا صار عندنا في ثقة أكثر إنه هو يتغلب على كل هاي المعوقات النفسية اللي هي في، يعني أول شيء تكون نفسية بعدين تكون جسدية يعني. بس الحمد لله يعني ما وقف عند هذه الرحلة بعد، يعني من التجربة اللي هو حصلها واللي اكتسبها قرر إنه يروح يسوي تجارب ثانية في نفس الخط هذا، إنه هو يقاوم هذا المرض ويحاربه ويرفع من معنوياته. واللي في الرحلات نفسها هو أثر على ناس ثانيين بعد، حتى مو اللي عندهم نفس المرض أو أمراض أخرى. التجربة مالته وايد محفزة حق أي واحد سواء كان مريض أو غير مريض. نفس ما قلت لك حتى في البيت كان هاي شيء وايد محفز لنا، لا سمح الله فيما لو أي ظرف من الظروف تصير أي شخص عندنا مثل يقتدى به في البيت. كان القطب الجنوبي وكانت رحلة طويلة وشاقة نوعا ما في البحر، كنا قطعنا المضائق الخطيرة قبل بين أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي، برد بطبيعة الحال وفي جبال كنا صعدناها، كنا كل يوم نصعد لنا كم من متر، ما نقول كيلومتر صعودا، والجبال الثلجية تكون صعبة الصعود، بس يعني الحمد لله
رحنا وصورنا وشفنا طبيعة، شفنا مكان بقى مثل ما هو من أيام من أول ما خلق الله الأرض. طبيعة حلوة ومكان الواحد لازم يحاول يروح له. أنا ودي الشباب يروحون. المتسلق طبيعة الحال مو لازم يكون عنده باركنسون مثلي، بس أهم شيء إنه يكون عنده عضلات، عنده ما عنده مشاكل في القلب والتنفس، وأهم شيء تكون البطات الريول يكون زينين حق الصعود والنزول، يكون ممارس الرياضة بشكل يومي، ركيض ومشي مسافات طويلة وصعود ونزول، وأهم شيء الرئتين يكونوا صاحيين بعد، وما يدخن، تدخين ما ينفع. بالنسبة حق رحلتي حق الصين كانت رحلة علاجية، كنت أحاول أشوف لي علاج صيني بالنسبة حق الباركنسون. اللي صار هناك إن العلاج الصيني ما نفعني بالنسبة حق الباركنسون، بس نزل السكر شوي بحكم النشاط اليومي اللي كان عندي هناك. هناك كنت البدايات ما كنت أقدر أمشي 200 إلى 500 متر في اليوم، فبشوي شوي بديت اوصل، مشيت بالكيلومترين 3-4 لوصلت 13 كيلومتر في اليوم كنت امشي مره واحده سمته واحده يعني. هذا اللي خلاني اتشجع ان انظر للحياه بنظره ثانيه، لان قبلها كنت نوعا ما يائس او متقوقع على نفسي، ولا كنت افكر ان فعلا استرجع نشاطي في الرياضه او حتى في الرسم أو في ركوب الخيول خيل. هذه كلها من عقب الصين حسيت نفسي فعلا أنا قاعد أسترجع جزء كبير من صحتي وقوتي، وتعاملي مع الصينيين كان تعامل زين، وخلوني يوميا أمر عليهم في القرى اللي أمام المستشفى، وكنت أتعامل وياهم. مع أن كان عندنا مشكلة لغة بس كنا ندبر حالنا، كنت أدرس عيالي إنجليزي، وكنت يعني أصلح كراساتهم،
وكان عندي نشاط يومي في المستشفى نفسه، وكنت اساعد المرضى. فالعملية هاي كلها اثرت فيني وخلتني انظر للحياة نظرة ثانية، واشوف ان فعلا الانسان لازم ما يفقد امله في الحياة، وانه يحاول يساعد نفسه اول شيء ويساعد غيره. وهذا الخط اللي اختاريته حق نفسي، وان شاء الله بمشي فيه. وبنفس الوقت حسيت انه بامكاني انا اسوي الاشياء اللي ما سويتها من قبل، مثل الرحلات اللي قاعد اسويها الحين، السفرات اللي رحتها واللي بروحها ان شاء الله. هذه من ضمن خط حياتي الحين، وبستمر ان شاء الله. وبين فتره بيشوفون افلام غير عن اللي تشوفونها في الفيلم هذا. الرحلة الثانية إلى الكمنجارو. بعدها عقب سنة بالضبط قدرت أصعد جبل كليمنجارو في أفريقيا في تنزانيا، ويعتبر ثاني أكبر جبل في العالم على حسب الحسابات الجديدة، ورفعت علم البحرين. الجبل ارتفاع تقريبا 6 كيلومترات إلا شيء. صعودنا كان كمان 8 أيام صعودا وثم يومين نزول. الرحلة كانت شاقة شوي، بنسعق واحد عنده باركنسون وشاقة على الناس حتى الصاحين، بس الحمد لله الله كتب لي واستعنت بالله سبحانه وتعالى، وصلت القمة ورفعت على بلادي هناك. الجبل نفسه ما كان سهل، والموقف اللي كان وياه المجموعة اللي كانت وياه مجموعة أمريكان، كانوا بعضها أطباء أبحاث، أطباء في الباركنسونز، وكانوا متوقعين ان انا ثاني يوم ثالث يوم ابنشر ارجع المخيم ارجع الفندق. بس كانت ايام صعبه نوعا ما، بس وصلت الحمد لله. وبعدين قمت اقيدهم، صرت انا الجدام وصاروا ورا، وكان كنا كل ما نوصل المرحله كنا نحتفل ويا الطاقم اللي ويانا الافارقه ويانا. الصعوبة طبعا في الجبل، صعود الجبل هو الاكسجين، كل ما صعدنا يخف الاكسجين، فاذا الواحد عنده مشكلة في الرئة صار له مشكلة هناك طبعا. بس احنا التيم مالنا كان زين، وكنا يفحصونا كل يوم، وكان عندهم استعدادات حق اي مشكلة رئيسية تكون حق فيما لو احتاجه وينزلونا تحت. بس الحمد لله وصلنا للقمة وما كان لنا اي مشكلة، ولا احد منا اصابة ولا شيء. رجعنا مستانسين، ومثل ما بتشوفون في الفيلم استقبلونا استقبال حلو، حافل بالطقطقة والمعهودة في الأفارقة يعني. The beast of Bahrain doing so well. Is it going? Come on.
Is it going? والرحلة الثالثة إلى منغوليا. بالنسبة حق السفرة الثالثة كانت السهول وجبال منغوليا. منغوليا بلد كبير وفي مناظر عجيبة وغريبة وفي وديان وجبال وثلوج. 11 يوم على ظهر الخيل مع مجموعة أمريكان وبريطانيين كانوا ويانا. بعدها ما كانوا خريجين ولا أحد بحريني ولا أحد كانوا وياي. منطقة حلوة والرحلة كانت صعبة، فيها مشقة التخييم وشيل التخييم وركوب الخيل طبيعة الحال على في وديان مناطق صعبة المشي فيها، حتى الحصان نفسه طبعا مدرب بس احنا مدربين الأمور. رحلة حلوة كانت، وفي طبعا رحلات في بالي ان رحلة جاية ان شاء الله في شهر 4 بحاول اودي مجموعة من البحرين او الخليج اللي يحب يجي وياي حياه الله، حقيقة جاب لكم منجارو. وعندي مسجل بعد رحلة ثانية هم السنة هذه بتكون حق آيسلند، فيها بعد من الخيول والوديان والمشي والصعود والنزول. كل الرحلات اللي أروحها الحين كلها رحلات تحدي حق نفسي وتحدي حق مرضي، وإذا الله كتب وحافظت على مستوى صحتي لني إن شاء الله السنة الجاية أروح أمريكا الجنوبية حق أرفع جبل في أمريكا الجنوبية إن شاء الله في بيرو. حياكم وياي.
وأثناء لقائنا مع أحمد جعفر في بيته قمنا بزيارة إلى مرسمه الخاص الذي يعبر عن حبه لهذه الهواية. مثل ما تشوفون أنا قاعد أمارس حياتي طبيعية، ما استسلمت حق المرض. من هوايتي الرسم، طبعاً في رياضة ثانية ركوب الخيل، بس عموماً الحجرة هذه عندي الاستوديو بالأحرى، المكان المفضل في بيتي. معظم الأوقات فراغي أنا موجود هنا، أرسم، أنحت، حتى عندي جزء من الحجرة هذه فيه الرياضة، أمارس الرياضة. حياتي طبيعية الحمد لله، المرض مؤثر فيني لدرجة ما، ولا أنا خايف من المرض حتى الحين. خلاص أنا استرجعت معظم قوتي من الإصرار وعدم الخوف منه، وهذا شيء مهم. طبعاً بتوكل على الله سبحانه وتعالى اللي أعطاني العزيمة والإصرار حق أكافح المرض، وأنا الحين قاعد أعيش أحد لحظات حياتي في الحجرة هذه، حجرة الرسم. طبعاً اسمي أمل الصفار، عمري 22 سنة، وأنا خريجة حديثة من بحرين بوليتكنيك. اللي صار في حياتي شيء جداً مميز، أنه في عام 2013 مثلت مملكة البحرين كأول امرأة بحرينية تصل للقطب الجنوبي. أمل الصفار من الناس الذين زاروا القطب الجنوبي، تحدثنا عن كيفية تعرفها على أحمد جعفر. تعرفون أنه يعني بنية صغيرة بحرينية بتروح لهاي المكان، ولما تسأل أي أحد عن هاي المكان ما حد عنده خلفية، ما حد راح القطب الجنوبي. طيب أنا أحتاج أحد يعلمني، أحد يمكن يعني يعطيني فكرة عن المكان. سبحان الله لما نزل الخبر في الجريدة، الصحفية نفسها اللي عملت لي اللقاء قالت لي والله في واحد بحريني رايح كذا كذا، هو كبير عمره كذا. قلت لها شلون أنا ما سمعت؟ فايميديتلي يعني شي طلبت الكونتاكت، قالت لي مبلا هو ترك رقم عندي. قال لنا هي نوز، عرف ان انت اكيد راح تتواصلين معه. وقبل لا اسافر بشهر التقيت بالعم احمد جعفر وتكلمت معه، وكان خلينا نقول مثل فاتحه خير حقي، لانه اعطاني امل وطمانينه حق المكان اللي انا رايحه له. اكتشفت انه هو فعلا تو راجع من القطب الجنوبي، ورغم المرض ورغم خلينا نقول العرقلة اللي عنده ياهل الباركنسون، قدر انه يروح القطب الجنوبي ورغم كل التحديات وحقق هاي الشيء. فهذا الشيء وايد اعطاني امل في نفسي، يعني انا امل ولقيت امل ثاني. فالحمد لله نجحت العمليه ونجحت المهمه ووصلت للقطب الجنوبي، ولازلت على وتميت على تواصل معه، ان على طول كان يتواصل معه. امل شنو صار؟ ها نجحتي، لا دونت وري يو بي فاين، الجو ما لا تخافين منه، صح البحرين حار وهناك برد بس يو بي اوكي. لما رجعت من القطب الجنوبي هو على طول كلمني حق another challenge. انا استغربت، قلت يعني هو يمكن الواحد يسوي التحدي مره واحده في حياته وخلاص، بس في حالته هو لا، يعني وجود التحديات في حياته صار مثل a way of living، طريقه حياه انه هو يبي يعيش.
ويبي يعني يسعى وراء أحلامه وحقق الأشياء اللي يبيها. فدعاني إلى كليمنجارو أعلى جبل في أفريقيا. ما قدرت أن أنضم إلى رحلته هو في كليمنجارو، ولكن أيضاً رحت كليمنجارو يعني، وشفت أنه هو وايد أكبر مني في السن وعنده التزامات وعنده، بس أنه معه وعنده مرض، بس he's able to do this. ليش أنا بعد ما أسوي كليمنجارو؟ أيضاً بعد سويت كليمنجارو والحمد لله، صعدت كليمنجارو في فبراير 2014. إن شاء الله أحمد جعفر أيضاً يكلمني وقال لي أمل أنا راح أروح كليمنجارو مرة ثانية في 2015. قلت لا، في شيء غلط في الموضوع. إنه he's unstoppable، إنه الشيء بده ويعني he's not able to stop. ليش؟ لأنه يحس إن هاي الشيء صدق a way of living، هو قاعد يعيش الأمل، قاعد يعيش المستحيل، خلينا نقول قاعد يحقق المستحيل. فهاي رسالة أنا حابة أوجهها حق كل الشباب الخليجي أو العربي أو أي أحد يشوف هاي الفيديو أو يسمعني في هاي اللحظة، أن ينضم إلى رحلة أحمد جعفر اللي بتصير إن شاء الله في أبريل 2015 إلى جبل كليمنجارو. لأن it's such a hope, it's such a passion، في شغف، في حياة، هي رحلة لاكتشاف الذات. فأتمنى أن أي شاب أو مهما كان الفئة العمرية، كبير ولا صغير، يسمع هاي الكلام، يسعى وراء أحلامه وحقق هاي الشيء، لأن الواحد كم مرة بعيش مرة. فدوت ولا تندموا، ولا تقولون لا، أكيد راح يكون في خوف، وراح يكون في ناس يحطون لكم عراقيل وخلينا نقول ستامبل ستونز قدامكم، لا ترى تشالنج حادك، أنت تروح الجبل وما أدري شنو أفريقيا، ليش ما أروح؟ شنو الشيء اللي يمنعني واللي يخليني ما أروح؟ دوت. فاسعوا وراء أحلامكم وانضموا لهاي الرحلة، وإن شاء الله راح تكتشفون عالم آخر، وراح تكتشفون جانب آخر في شخصيتكم في حياتكم ما عرفتوه أصلاً. هاي من تجربتي أنا الشخصية. And I wish you all the best. الممثل البحريني النجم أحمد مجلي يتحدث عن التحدي الذي يتحلى به أحمد جعفر. طبعا الإنسان ما يأس من رحمة الله وما يأس من أي شيء. خلينا نقول مثل، واللي هو الكابتن أحمد جعفر قاوم المرض وتحداه وما يأس من رحمة الله طبعا، وواصل وكهو مثل ما نشوفه يلعب ويانا وشحليلة ويانا ويروح ويجي، والواحد لازم ما يأيس. الكابتن حسن خليل نجم نادي المحرق سابقاً، ورأيه في العزيمة والإصرار التي يتميز بها أحمد جعفر. أنا سعيد وأحيي الأخ أحمد جعفر على العزيمة والإصرار وروح التحدي اللي تحلى بها بالتغلب على المرض اللي الله ابتلى به، وهذه دل على الإيمان القوي، وبحكم وبإرادة الله بكل ما يصيبنا وكل ما نمر به من أزمات سواء نفسية أو مرضية أو ابتلاء من رب العالمين. فأحيي مرة ثانية وأتمنى له كل الصحة والسعادة والخير، وأتمنى وأنا أولهم من الجميع أن يتحلون بالعزيمة والإصرار والتحدي في التغلب على أي معوقات أو على أي مشكلة قد تصيبهم أو قد يمرون بها في هذه الحياة، وهذا شيء طيب، وأتمنى الخير للجميع والصحة والسعادة. الممثل الكوميدي علي الغرير المعروف بطفاش يبدي إعجابه بأحمد جعفر وتحديه للمرض. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية حبيت أسلم على الكابتن أحمد جعفر. أحمد جعفر أهنيك على إيمانك برب العالمين وعدم اليأس يعني والطموح اللي عندك. أنت خليتنا نقتدي فيك أنت كبطل، نهنيك وصدقني كلنا معاك وقلوبنا كلها معاك، ويا ريت إحنا مثلك. في نهاية كلمتي البسيطة أن أتمنى من دولة البحرين المتمثلة في وزارة الصحة تكرم أحمد جعفر، لأن الرجل صراحة عانى معاناة كبيرة، فبالتالي هو الله سبحانه وتعالى من عليه بالصحة والعافية، وبالتالي التكريم شيء بسيط يقدم حق هذا الرجل من خلال يعني معرفة الناس حق هذا المرض، ومن ثم نسوي متابعة أكثر حتى هذه الأمراض، ومن ثم يأخذون مثال حي حق هذا الرجل شلون كان يصيب هذا المرض من ثم يتغلب عليه
بالعناصر المهمة الحيوية من ضمنها عمل الرياضة ومن ثم أخذ النصائح بشكل جدي وسيريز من قبل نصائح الدكاترة اللي أشرفوا عليه، ومن ثم يعني إحنا نعطي تحيز كبير حق هذا المرض إن في إمكانية كبيرة إن من يصيب مرض الرعاش أن يرجع مرة أخرى ويصير أموره طيبة، ومن خلال فهم هذا المرض على حقيقته الكثير من الناس مش عارفين، لأن هناك أمراض كثيرة من ضمن الزهايمر، من ضمن لأن في فوارق كبيرة. فبالتالي أنا أعتقد التكريم شيء مبسط حق هذا الرجل، ونتمنى الصحة والعافية حق الجميع. طبعاً أنا سمعت عنه قبل وسمعت قصته يعني من خلال الجرايد، وبس كان من بعيد. والتقيت فيه أول مرة كان في محاضرة، وكانت المحاضرة طبعاً مستقطبة متحدثين من الخارج لهم نفس الجانب من المغامرات، فطلبنا منه أنه يتكلم عن قصة نجاحه، وهني بدأت معرفتي فيه بصفة شخصية وعن قرب. وطبعا كان اعجاب بشخصيته، برغم من تحديات من ناحيه صحته، برغم سنه، لانه هو قدر يقطع هاي الشوط من المغامرات. طبعا يعني ما شاء الله، بالنسبه لي انا ما اعتبره انه مرض، اعتبره هي نافذه حق شخصيته انه هو يطلع الى مغامرات بشكل اكبر، لأن كل إنسان الله يعني أساس إنه يراويه حجم القدرات اللي الجسمانية اللي يقدر يسويها، ممكن يعطيه شيء صغير تكون نافذة حق أشياء أكبر. فما أعتبر هذا الشيء مرض، أعتبره هو المفتاح التحدي اللي قطعه. طبعاً هو متحمسة، أنا متحمسة. السبب الأول ان كل اللي اقطعوا هذه المغامرات ما كان في منهم خليجيين او عرب، واحنا بحكم عاداتنا وتقاليدنا يعني خاصة اني بنت تتحكم بظروف معينة، فكان ودي من زمان ان انا اخضع مثل هاي النوع من المغامرات، لكن بحكم الخلفية اللي انا جيت منها كنت اتخوف اني انا اروح مع ناس مو بعرب، مثلا لو قلت لهم ابي اصلي او مثلا هذه الاشياء يمكن ما راح يتفهمونها، نوعيه الاكل اللي ياكلونها، مثل هذه الامور الصغيره. لكن لما شفت طبعا استاذ احمد، وغير انه هو بعمر والدي، فهذا يعطيني حمايه اكبر ويعني دافع ان انا ما اتخوف اني اخذ اي مغامره. احس استفادتي ما هي جانب مثلا مغامره وخلاص، بحكم شغلي أنا شغلي وتيرة العمل فيها إجهاد نفسي وتعب، وغير أن احنا الحياة اللي احنا نعيش فيها حياة ترف، فأعتقد أن أفصل كل التكنولوجيا، تلفونات، كل هذه الوتيرة الإزعاج، هذه من ناحية الطبيعة أن أنا بروح مسافات طويلة بدون أي عوامل خارجية أن هي تسبب في هذا الشيء. الشيء الثاني تحدي جسمي عساس يذكرنا بنعم الله سبحانه وتعالى علينا، سواء كانت نعمة الترف اللي احنا عايشين فيه ومو بحاسين فيه. أبسط مثال، حتى الله يعزكم، يعني لو كنا بنروح دورة المياه أو شيء، هذا بس تشوف الشيء اللي أنت راح تخضع فيه، هذا يعطيك إحساس بالحمد لله، كلمة الحمد لله. بس تقريبا هذا. وانا طبعا احب ان اشجع كل الشباب، خاصه الشباب، يعني ما شاء الله استاذ احمد هو خضع هذه المغامره وبعمر كبير، فما بالك ان الصغار ممكن هم يخضعون هذه المغامره بعمر اصغر ويستفيدون منها، جانب سواء كان حياتهم العمليه او حياتهم الشخصيه، يصقل مهاراتهم، يعلمهم مهاراتهم ما كانوا مكتسبينها من قبل. ان شاء
ان شاء الله ما تكون بس التجربه الوحيده. ومن ناحيه الجهد ومن ناحيه التمارين هو الرياضه بشكل عام هاي كونسبت لازم احنا نصلحها ونعدله حق الناس. الرياضه مو بس لان انا بروح جبل، مو بس لان انا بروح قطب جنوبي اذا لازم انا العب رياضه. الرياضه شيء مهم بجسم الانسان. لو ساعه في اليوم، انت عندك 24 ساعه في اليوم، 23 ساعه العب فيهم، تسوي اللي تبغي، ساعه واحده خصصها للرياضه. لكلي يعني لحسن الحظ انا من النوع اللي احب الرياضه، احب اتمرن وايد، احب العب من يوم المدرسه. بس في القطب الجنوبي يعني انا ما عرف، جتني فتره في خلينا نقول اول سنه جامعه كذي او ثاني سنه جامعه وايد كثفت التمارين الرياضيه ونزلت بعد وايد من وزني، يمكن عاد 16 كيلو طيحت من وزني وايد. هاي الشيء وايد تزامن مع روحي للقطب الجنوبي، وايد ساعدني، انا تغيرت، صرت كومبليتلي ديفرنت بيرسون. لما رجعت من يمكن في القطب الجنوبي ما تحتاج حق الفيزيكال ابيليتي يعني القدره الجسديه، لان ما بتصعد، يمكن البرد هو اكثر تشالنج. بس في كيليمنجارو لا، كان حاله جدا خاصه. شيئين لازم تركز عليهم، المجهود الجسدي والقدره القوه العقليه. ان الجبل انت كل ما تصعد 5895 متر فوق سطح البحر، واحنا عايشين في البحرين يعني هي البحر، كل ما تصعد ما في اكسجين، يقل الاكسجين يقل الضغط فتهلوس. فشلون يو كنترول يور مايند، هاي شيء وايد مهم. فانا من البحرين كنت حاطه في بالي امل، ترى يعني راح يكون شيء عمرك ما جربتيه، راح يكون انفايرمنت انت ما جربتيها من قبل، فانه اوكي بتمر عليك لحظات تحسين ان انا يعني شنو جبت لنفسي، انا ليش هني، ليش بروحي، ترى انا بروحي في خيمه على الجبل معانا طبعا التيم والكرو، اسمع صوتهم واحنا سكيورتي علينا ما يتركونا يعني، بس انه ستيل انا ما عشت 9 ايام على في خيمه بروحي كاني يعني مشرده. فهاي الشيء نورمال، هو انت طبيعي وانت ما فيك شيء وحياتك زينه، بس مخك يوديك ويجيبك تفكيرك. اي الجهد الجسماني كان وايد مهم، يعني سويت دبل افورت. الجري وايد كان نفعني، يعني كنت في اليوم اقطع مسافه تقريبا 8 الى 9 كيلومتر، يعني اقوم الصبح خمس مو مع بعض اقطعهم على حسب اللي تقدر. فالصبح كنت اسوي 5 كيلومتر جري، يعني مو الجري اللي كلش سريع بس انه كان جري، يعني انه يعني 45 مينتس كنت اخلص 5 كيلو صبح. العصر او سوري الليل كنت اخذ باك باك واخلي فيها وزن، ودوحه عرات كنت امشي، هي وراها 3 كيلو، فكنت الف دوره ونص 3 ل 4 كيلو. مو لازم جري، بس اهم شيء انك تعود ظهرك على ثقل الحقيبه، لان انت على الجبل راح تحمل اغراضك معاك. فهاي الشيء وايد فادني، وايد فادني، يعني جتني لحظات احس روحي انها فرستريتد، خلاص محبطه، تعبت، بس انه يلا اقول يلا ما بقى شيء، اشوف الجانب اللي بقى، ما افكر في اللي راح، اقول خلاص اللي راح مات. فهاي اهم شيئين كان لازم انك تشتغل عليهم فيزيكلي ومنتلي. اوكي، اكبر استفاده انا حصلت عليها من خلال وجودي في هاي المسيره، المغامرات، القطب الجنوبي وأعلى جبل في أفريقيا، هي كسر الخوف اللي في داخلي. أنا ما علي من الناس، الناس شو تقول تتكلم، الناس دائما تتكلم، البحرين صغيرة، وحتى مثلا بيني وبين عائلتي يعني ماي فاميلي، أما سيش بتروحين كذي، سيش بتسوين هاي، يمكن هاي الشيء يعطيك نوع من الخوف أو الرهبة والتردد. فلانة قالت كذي، لا فلانة راحت، أنا قريت في الجريدة فلان راح وتعور، هاي كله مو مهم. على قد ما يكون مهم انت شلون تكسر الخوف اللي فيك انت، لان في النهايه انت اللي راح تواجه التشالنج مو الناس. فهاي اكبر شيء، اول شيء انا تعلمته. الشغله الثانيه اي ريلايزد ويعني تيقنت ان ما في شيء مستحيل في الحياه اذا انت تبي، ما حد يقدر يوقفك. يعني احنا الحمد لله عايشين في بلد يعني احسن ألف مره من مناطق ثانيه في البحر في العالم. يمكن عندنا اشياء احنا في جيلنا احنا خلينا نقول حصلنا عليها امهاتنا وجداتنا ما حصلوا عليها، فاحنا نقول الف مره الحمد لله، فانه وات ايلس وي كان اسك فور. فهاي الشيء وايد خلاني خلينا نقول اعزز من ايماني بنفسي واكسر الخوف والتردد اللي عندي. طبعا كل شيء بيكون بفضل رب العالمين، ما في شيء يعني الا بامره هو، بس انه بعد ايمان الانسان والسعي، الله يقول اسعى وانا اسعى معاك. فانا سعيت وتعب وسويت اللي عليه، it's your turn now. حن شي يكون دوركم انتم ان تسعون و you find yourself, hopefully you find yourself. الناس سألتني كم مرة شنو استفاديت عن موضوع السفر والتعب التعبة، قلت انا الاستفادة ان انا استرجعت او حافظت على مستوى صحتي، نظرتي حق الحياة اختلفت، اهلي ارتاحوا كانوا خايفين علي، الحين عندهم كل ثقة ان انا صاحي،
طبعا هاي بركات الله سبحانه وتعالى والإصرار والعزيمة الحمد لله. وأنا الكلام هذا أقوله حق الناس اللي عندهم مرض باركنسون أو أي أمراض ثانية، إن لا يتمون في البيت، توكلون على الله سبحانه وتعالى ويتحركون. كل مرض أكيد له دواء إن شاء الله وله علاج. أنا الله كتب لي وأقابل قضاء الله وقدره، والمؤمن مبتلى وأقول الحمد لله رب العالمين على كل حال. المرض يمكن يكون يعني امتحان، وأنا إن شاء الله قابل فيه وإن شاء الله باخذ الأجر. وتوكلت على الله وسافرت واستفاديت من ناحية إن أنا صحتي تحسنت، تعرفت على ناس وشعوب وشفت عادات وتقاليد ناس غير مناطق ما كنت أحلم أن أروح فيها، وكانت دائما في بنياتي حققت. وهذه خطي في الحياة عموما الحين، هلي مرتاحة، وأنا أحس دائما بين فترة وفترة أحس بنفسي إن المرض راح عني حكم الحركة اللي أتحرك. بطبيعة الحال أنا مو مبتعد عن الأدوية، قاعد أخذ أدويتي وأتمرن كل يوم، بس هذه هم يعطيني مثل ما تقول إحساس إن أنا طلعت من موقع الخطر من باركنسون. وإن شاء الله إن شاء الله العلماء اللي وعدوني في أوروبا والصين والأمريكا اللي قالوا فيه إحنا جريبين إن نحصل دواء وعلاج حق المرض، إن شاء الله ييسر أمورهم ويلقون المرض عشان الألوف اللي عندهم المرض هاي نفسه. والله بوفقهم إن شاء الله ودعواتكم. وإن شاء الله يعني الله يعطينا القوة وإن نقدر نكمل ونرفع علم البحرين ونرفع اسم الخليج، إن كشباب خليجي يخضع مثل هاي المغامرات، فإن شاء الله كل خير يا رب. طبعاً أنا أحث الشباب الخليجي إنهم يشاركون معنا في هاي المغامرة، سواء كان شباب البحريني أو الخليجي، لأن تحضير للمغامرة يحتاج لتدريب وتسجيل مسبق، فنتمنى أن أكبر عدد ممكن من الشباب إنه يشاركون معنا، وأيضاً نتمنى من تلفزيون البحرين إنه هو يغطي هذه الفعالية. الفعالية راح تكون في شهر أبريل إن شاء الله 2015، وبتكون مدتها الأسبوعين، والتدريب بيكون مسبق يعني تقريباً شهرين قبل الفعالية. Thank you.